ايها المشاهدين ارحب بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج انجيل الله هذا البرنامج الذي نحاول ان نفهم فيه ما هو الانجيل من خلال شرح الرسول بولس له في رساله روميا الرسول شرح الانجيل شرحا وافيا في هذه الرساله العظيمه ونحن نحاول ان نتعلم شيئا من هذه الرساله لبركه نفوسنا انتهينا في الحلقه السابقه إلى العبارة الجميلة اللي بدأ بها الرسول أصحاح ثلاثة وهو بيقول ما هو فضل اليهودي وقلنا كلمة فضل يعني الإكسلنسي أو التميز هل له فضل معين هل له امتياز معين والواقع نعم لدرجة أنه هو كثير على كل وجه نعم الله أعطاهم امتيازات ربنا اداهم امتيازات ما ادهاش لأي شعب آخر ذكرنا منها الكثير والرسول ذكر منها واحدة هنا وهيذكر الباقي في أصاح تسعة لهم امتيازات كتير يمكن عشر امتيازات وقال إن أولهم إنه منهم الأنبياء اللي جابوا كلام الله وهم الشعب اللي استؤمنوا على أقوال الله العبارة اللي هنبدأ بها قراءتنا النهاردة فيها كلمة تشبه كتير كلمة فضل لكنها مختلفة تماما بيقول الرسول فماذا إذن أنحن أفضل وبيجاوب بيقول كلا البت ويقول نحن يقصد اليهود فهم هل لهم فضل الإجابة نعم وكثير على كل وجه السؤال الثاني هل هم أفضل الإجابة الرسول بيقول كلا البتة تعال نقرأ الكلام اللي بيقوله الرسول ونشوف الجمال والروعة في هذه الأقوال المقدسة اللي بنحطها تحت عنوان في هذه الحلقة فضل بدون أفضلية نعم لهم فضل لكن هذا الفضل لم يجعلهم الأفضل لهم امتيازات لكن لم تجعلهم أشخاص متميزين في أنفسهم فضل بدون أفضلية تعال نقرأ مع بعض من روميا ثلاثة ابتداء من عدد تسعة يقول الرسول فماذا إذن أنحن أفضل كلا البتة لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية. اليهود معروفين كجنس اليونانيين بيشير بهم إلى الأمم بصفة عامة ولا سيما المثقفين والمتعلمين هو بيقول الكل زي بعض أجمعين تحت الخطية. كما هو مكتوب وأرجو إنك تتابع معاي ابتداء من العبارة دي كما هو مكتوب الرسول هيقتبس 14 صفة مسجلة عن اليهود في كتبهم هو اقتبسها من سبع مواقع يعني سبع اقتباسات من العهد القديم بيسجل بيها على اليهود 14 تهمه مش هو اللي بيقولها لكن كتبهم كتب العهد القديم هي اللي قالتهم عن هذا الشعب بيقول كما هو مكتوب انه ليس بار ولا واحد ليس من يفهم ليس من يطلب الله الجميع زاغوا الجميع فسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد حنجرتهم حنجرتهم قبر مفتوح بألسنتهم قد مكروا ثم الاصلال تحت شفاههم وفمهم مملوء لعنه ومراره ارجلهم سريعه الى سفك الدم في طرقهم اغتصاب وسحق وطريق السلام لم يعرفوه ليس خوف الله قدام عيونهم احبائي كلمات يقشعر لها البدن نقف امامها اجلالا واحتراما لكتاب الله هذا الكتاب مرسل من الله لشعب اليهود وفي اعتقادي احبائي انه واحد من اقوى الادله على وحي الكتاب المقدس وانه كتاب الله انه باعت لليهود اقوال بتوصفهم بهذه الصفات. وهنا اقف يعني الحقيقه مستغربا مندهشا وفي نفس الوقت ضاحكا ضحكه السخريه العميقه المره لمن يقول ان اليهود حرفوا كتابهم. ان كان اليهود فكروا في تحريف كتابهم اليس بالاولى ان تمتد ايديهم لتحرف اول ما تحرف بان تنتزع تلك الصفات التي يصفهم الله بها اربعتاشر تهمه في مقطع صغير اخذها الرسول بولس من كتبهم ومعظمها من سفر المزامير أقوال قالها أنبياء الله عن اليهود موجودة في كتب اليهود واليهود يحافظوا عليها حتى الدم دون أن تمس، وبعدين يطلع واحد يقول إنه كتاب محرف، مرة تاني بقول لو كان اليهود حرفوا لكان أول ما يحرفوه هو أن ينزعوا هذه الكلمات التي تصفهم بهذه الأوصاف المرعبة. إحنا بنشوف إنه يعني أي شعب ممكن يحاول أن يكرم نفسه في كتاباته. ويعلي من شانه ويحقر من شان الاخرين، لكن هذا الكتاب الذي بين ايدي اليهود يصفهم بابشع الصفات لانه كتاب الله الصادق. الامر الثاني الذي يجعلنا نقف يعني اجلالا واحتراما ان هذا الكتاب المقدس لم يتوقف في العهد القديم عند تسجيل صفات اليهود واتهامهم بابشع التهم اللي هي حقيقه فيهم، لكنه سجل خطايا الانبياء. حتى الانبياء اللي كتبوا الوحي سجل الروح القدس خطاياه يعني داود اللي معظم الكلام هنقتبسه منه هو داود نفسه اخطا وهو نفسه سجل عن خطيته يعني هو كتب خطيته وغيره من الانبياء كتبوا خطيته اصل المساله الله بيقول واللي بيقوله الله يتكتب زي ما هو مش فكر انسان ولا استحسان انسان يبقى لو كان اليهود عايزين يحرفوا كانوا يعني شالوا الكلام اللي بيوصفهم بالصفات الوحشه دي او على الاقل شالوا الكلام اللي بيوصف انبيائهم بانهم اخطاوا. نرجع تاني ونقول الرسول بيقول نعم لهم فضل لكن هذا الفضل لم يجعلهم الافضل ولم ياتي بادله من بعيد ولا حتى من الواقع والمنطق لكن اتى بادله من كتبهم. من سبع مواقع اثبت 14 تهمه. من سفر المزامير مزمور 5 مزمور 10 مزمور 14 مزمور 36 مزمور 53 مزمور 140 واخيرا من اشعياء 59. في هذه الصفات ال 14 اللي قريناهم ابتداء من عدد 10 ولغايه عدد 18 ممكن نقسمهم تقسيمه بسيطه. نقول ان في خمس صفات او ست صفات منهم صفات عامه بتوصف الانسان ككل وبعدين في اربع صفات بتصف الكلام بالذات وبعدين اربع صفات اخرى تصف العنف والشراسه عزيزي المشاهد سنتناول هذه الصفات بتفصيل اكثر لكن بعد الفاصل فابقى أرحب بك مجدداً عزيزي المشاهد ونحن نناقش طرح الرسول بولس عندما أثبت أن لليهود فضل لكن فضلهم لم يجعلهم الأفضل، لهم امتيازات دينية لم تغير قلبهم ولم تبررهم أمام الله، وأثبت من كتبهم من سبع اقتباسات 14 تهمة على اليهود، أنا مش عارف لو الرسول بولس هيكتب عننا إحنا المسيحيين اليومين دول هيقول إيه. أكيد ممكن يستعمل نفس العنوان لنا فضل لكن أقول بكل أسى وخجل لكننا لسنا الأفضل نعم لنا فضل لنا امتياز فضل يعني امتياز لنا امتياز أن بين أيدينا كلمة الله بين أيدينا إعلان عن أن الله أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا عندنا امتياز عظيم أن غفران الخطايا مجانا بالنعمة بصليب المسيح عندنا امتياز، امتياز عظيم، تاريخ مجيد لاناس عاشوا واستشهدوا من اجل المسيح وعاشوا حياه راقيه، عندنا امتيازات. لكن اقول لنا فضل وبكل اسف اقول لسنا الافضل، اذا لم ننكسر امام الله ونتوب معترفين بخطايانا الى الله. اذا لم ناتي بقلب منسحق، ان فضلنا لا ينفعنا. ولن نصبح الافضل ولن نتبرر امام الله الا بالتوبه الحقيقيه. الصفات التي ذكرها الرسول تصف شر الانسان بصفه عامه وهتخلينا نوصل لخلاصه في الاخر ان الانسان سواء كان متدين ام غير متدين، يهودي مسيحي او او ملحد الانسان بعيدا عن الله صفاته هي هي. بصفه عامه هو ليس بار هو لا يفهم هو لا يطلب الله هو لا يفعل الصلاح هو زاغ وهو فسد ست صفات تصف الانسان بصفه عامه ليس بار ولا واحد مافيش حد مستقيم امام الله كما يريد الله ممكن تكون يعني مرضي عليك من نفسك او من الناس لكن امام الله ليس بار ولا واحد. هل اقدر استثني نفسي عزيزي المشاهد؟ ربنا بيقول في كتابه ليس بار ولا واحد. لكن كمان بيقول حاجه تاني خطيره جدا مش بس ليس بار ليس ولا واحد لكن ليس من يفهم وليس من يطلب الله. نظر الله من السماء ليهم الحقيقه مش مقصرين ابدا في مروح الهيكل في مروح الكنائس في الأعياد في مواعيدها بدقتها ربنا قال العيد مثلا عيد الفصح سبع أيام عيد الفطير عيد الخمسين بيعيدوا الأعياد بتمامها في مواقيتها يصعدوا إلى الهيكل يتمموا كل الفرائض بس ربنا بيقول عنهم ليس من يفهم محدش فاهم هو بيعمل ايه بالظبط هو بيروح الهيكل وبيرجع من الهيكل مش فاهم حاجه خالص عندما ذهب الرب يسوع للهيكل في العيد جلس بين الشيوخ يسمعهم ويسألهم انتم بتعملوا حاجات كتير انا بسألكم في اللي بتعملوه ولا واحد جاوب حتى من رؤساء الكهنة بعدين يقول الكتاب بهتوا من فهمه وأجوبته يعني واضح انه سألهم وما عرفوش يردوا فاضطر هو يجاوب نعم يتدينون دون فهم ويمارسون فرائض دون فهم ويعملون أشياء كثيرة لا يكلف أنفسهم عناء السؤال عن كنه هذا الذي يعملونه فالله نظر من السماء ليس من يفعل لا اسمع الآخر بقى الأصعب ليس من يطلب الله ليس من يطلب الله هم الناس دي رايحه هيك تعمل ايه وجايين الاعياد يعملوا ايه يقولوا جايين جايين الاعياد بيعيدوا جايين يطلبوا العيد ويطلبوا النشوه الدينيه ويطلبوا الراحه النفسيه ويطلبوا ترييح الضمير ويطلبوا العلاقات الاجتماعيه لكن ليس من يطلب الله انهم يسعون وراء المقدسات لكنهم لا يسعون وراء القدوس انهم يزدحمون بنشاط ويكثرون من المجهود في خدمه المقدسات لكن لا احد يكلف نفسه عناء طلب الله ليس من يفهم رغم انه يمارس وليس من يطلب الله رغم انه يطلب الدين والمقدسات